FM. الكلمة ليك سي حاتم، عندك بيداغوجيه كيفاش نقولوا البنيه الايجابيه، معناها تحب الراي العام يفيق على ملف الاملاك المصادره. ففي حديث منذ ايام مع صحيفه يوميه مع المغرب اشرت الى شيء خطير جدا، هو ان الشعب التونسي اللي هو يملك الاملاك هذه، وزارة أملاك الدولة هي باسم الشعب التونسي، راهي الأملاك طبعا. المصادرة هذه قاعدة تفقد في قيمتها بصفة مهولة. معناها رأس المال اللي كانت تمثله وقت اللي صدرت من الناس اللي ذهبوا مع النظام الاستبداد، يعني كانت في قيمة 100 توا هبطت للخمسين، وهذا قدام هبطت للعشرين. زادت هلكتها. ما هلكتهاش. أنت يعني هل في هل الموقف البيداغوجي من المسألة هذه سيد الوزير، الرسالة الكاملة شنية بكلمات قليلة باش مستمعينا في ذات كاب اف ام يفهموا الموضوع على قاعدته؟ احنا طول حقيقة وبكل صدق، انا كما قلت لك حكيت قبيلة على سرية المفاوضات وغيرها، لكن بالنسبة للأملاك راهو صدقني 5 اجتماعات عملناهم الأمور تحسنت بصفة كبيرة جدا. أول شيء ثم معنا قاعدين الناس تخدم باش تعمل لي زونتروتيان معنا على العقارات وغيرها. الحقيقة في المدة السابقة يعني ما قبل الحكومة هذه اللي قبلها معنا، ممكن أنا ديما نحطها نقص خبرة، أنه ثم شوية أهمال، ثم شوية معناها سوء تصرف، لكن توا الحقيقة خدمة أخرى قاعدين نخدموا فيها، والدليل أنه ساعة يجي يقولون هالعقارة ذي تحت القيمة نتاعها، والأرض ذي ولا الدار ذي تحت قيمتها، لكن نتفاجأ وقت اللي تصير لي زابيل دوفر أنه القيمة نتاعها طلعت أكثر من اللي نتوقعه نحن. يعني توا حاليا ثم تحسن واضح وإن شاء الله نوصلوا فيه باش نحافظوا على أملاك هذه تسمى أملاك حاليا أملاك المجموعة الوطنية. أيوة يعني، لكن نعرف الكل، نحن الكل في الحياة في الحياة العامة اليومية، دار متروكة شبابكها مقلعة، ما يدخل لها الماء وتدخل لها الأمطار ما يتضر. كاب اف ام الكلمة ليك.